تتوالى نجاحات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط قضايا الغش التجاري والسلع الفاسدة، حيث تمكنت الإدارة وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 16 ألف لتر كحول طبي تم حجبها عن التداول بالأسواق بغرض رفع أسعارها من قبل المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بالإسكندرية. نجاح آخر حققته الإدارة بالإسكندرية بضبطها 16400 قطعة كمامة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية لدى مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية، واستطاعت الإدارة ضبط 25000 كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية بداخل محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بالمنوفية. كما نجحت الإدارة في ضبط نحو 16 طن عطور خام مجهولة المصدر بداخل مصنع لإنتاج العطور بالجيزة. واستمراراً لجهود الإدارة في ضبط السلع الفاسدة، تمكنت من ضبط نحو 5 أطنان من مصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لدى المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بالإسكندرية. وبالإسكندرية تم ضبط نحو 3 أطنان صويا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى نحو 3 أطنان بقايا سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بهدف إعادة تدويرها لصناعة وإنتاج الحلوى بمصنع لإنتاج الحلوى. وبثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية ضبطت الإدارة أكثر من 4 أطنان من الأسماك منتهية الصلاحية قبل أن يتمكن المسؤول عن الثلاجة من طرحها للبيع بالأسواق، ما يضر بصحة المواطنين. وضبطت الإدارة أكثر من 2 طن من السلع الغذائية بعضها بدون بيانات والبعض الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمي لدى مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة. ومع تواصل جهود الإدارة في هذا الإطار، نجحت في ضبط نحو 1.5 طن من مقطعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لتصنيع اللحوم بالقاهرة. كما ضبطت الإدارة وبالمنوفية مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخله 10 أطنان مستلزمات إنتاج أعلاف مجهولة المصدر، إضافة إلى 2 طن أعلاف منتج نهائي مجهول المصدر أيضاً.